All I got is so bad. Broke my broken will and I can't go again. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح نتكلم عن شيرف مدينة الفالنتاين، وشيرف مدينة الفالنتاين يخبي سر كبير جدا عن الكل، فتعالوا سويا نبحث عن هذا السر. فيلا نخش في المقطع. أولا، اسم شيرف مدينة الفالنتاين هو كيرتس ملوي، وعشان تبدأ أول خطوات السر لازم تكون في الشابتر الثاني، وتحديدا في مهمة اسمها Good Honest Snake Oil. وهذه المهمة بكل بساطة راح تروح لشيرف مدينة الفالنتاين، وراح يطلب منك انك تقبض على مجرم معين. طبعا المجرم نفسه غير مهم وسهل جدا انك تمسكه، لكن الشيء المهم جدا هو لما تجيب المجرم للشيرف ولمكتب الشيرف. طيب قبل ما نخش للمكتب ابغاكم تركزون في داخل مكتب الشيرف، راح تلاحظون انه الشيرف ومعاه امرأة معينة، واللي واضح انه في بينهم حوار ونقاش من نوع معين. الغريب في الموضوع انه هذه الامرأة قاعدة في مكتب الشيرف وبدون اي توتر وبدون اي حاجة، لانه زي ما تعرفون سابقا النساء ما يخشون مكاتب الشيرف ومكاتب الشرطة. طبعا لما تخش للمكتب هذا اللي راح يصير. Oh my lord, I wasn't expecting you back so soon. Mrs. Calthorpe was just leaving. Sure. Where you want them? I'm selling the back. طبعا زي ما شفتوا الشيرف توتر جدا وبدأ يسوي حركات غريبة وغير مبررة، وأيضا لو تلاحظون في طريقة وقوف الاثنين راح تلاحظون إنها وقفة توتر وإخفاء سر كبير جدا. وأيضا من هذه اللقطة عرفنا إنه اسم هذه الامرأة هو الآنسة كاثروب. طبعا الآن على آرثر مورغان إنه يحط المجرم في السجن، ولما يحط المجرم في السجن هذا اللي راح يصير. There's been some terrible mistake. I never did it. Any of it. I thought I told you to shut up, partner. But I told. But nothing. Shut up. And good luck. It's been real fun. You ain't much of a man. You ask folks for forgiveness, you remember this, partner. I've already forgotten. Now, sure, how much was you offering? $50. Here. Thank you. Madam. Please, remember what I told you. طبعا زي ما شفتوا برضو الشيرف مستمر في التوتر وحركاته جدا غريبة. بعدها الشيرف أنهى الحوار بقوله للآنسة كاثروب تذكري ما قلته لك. طيب زي ما تعرفون منزل الشيرف متواجد فوق المكتب بالضبط، على طول مكتبه تحت، منزل الشيرف راح يكون في الأعلى. طيب الآن راح تزيد الأمور أكثر غرابة وأكثر حماسية. طبعا بعد ما الكل يروح وترجع للشيرف بعد فترة وتطلع عند باب بيته راح تسمع الأمر التالي. How do you want me to be? I love you. You don't love anyone, not me, not your wife, no one. Oh, you're impossible. Impossible? Really? I've wasted years on you and I'm impossible. You married too? You can be impossible. Impossible. You are a sad little small town, self-important rat of a man. You know that? A rat. A rat who thinks he's a cat. That's your problem. Go to hell. طيب زي ما سمعتوا نقاش حاد جدا انتهى بشكل مأساوي غالبا، ومن هذا الحوار نقدر نستنتج العديد والكثير من الأمور. طيب من هذا الحوار عرفنا انه شيرف مدينة الفالنتاين يقيم علاقة سرية مع الآنسة موريا كاثروب،
والشيء الغريب أن الشيرف متزوج وأيضا الآنسة كاثروب متزوجة، لكن مع ذلك موجودة العلاقة الحميمة بين الاثنين زي ما سمعنا. لكن الأمر الأكثر غرابة أنهم استمروا في الحوار واستمروا والحوار تحول إلى جدال ونقاش حاد، ولاحقا هذا النقاش والجدال انتهى بخنق الشيرف للآنسة كاثروب زي ما سمعنا سويا. عشان يوضح لكم الموضوع أكثر، بكل بساطة شيرف مدينة الفالنتاين قتل الآنسة كاثروب بسبب اختلافهم في الآراء. طبعا البعض رح يقول يا صالح خش لبيت الشيرف عن طريق جليتش الدخول لأي مكان. فعلا خشينا لبيته، لكن روكستار ما هي مبرمجة أي مشاهد لهذا السر، فقط أصوات. وهذه هي آخر مرة ترى وتسمع الآنسة موريا فعليا. طيب خلونا نستكمل بحثنا في هذا السر الغريب. طيب في أحد المجرمين اللي تمسكهم وتوديهم لشيرف مدينة الفالنتاين، في مجرمة اسمها ألي أين سوان. بكل بساطة هي مجرمة على رأسها 25 دولار ومطلوبة للعدالة حية. طبعا سهل جدا انك تمسكها وتقبض عليها، لكن الامر الاكثر اهمية لما تمسكها وتوديها لشيرف مدينة الفالنتاين. تعالوا نشوف ايش يصير فعلا. You order a lady killer here, Sheriff? Yeah, we did. Put her in the cell, won't you? I protest my innocence. I protest my innocence. She might be a little shaken up. She lost another feller out by the falls. Poor dear. Men just got a habit of dying around you, don't they, Mrs. Swan? It's silly to keep me locked up in here. I mean, what am I gonna do? Just little old me. Let me out. To exercise a little. I'm immune to your charms, Mrs. Swan. It's so boring in here. Can we have some fun, Sheriff? Just the two of us? And to think you were sniffing around this office at one point. You see, Sheriff, I know your secrets. And I could spread them all over. Like Miss Moria? Don't you dare mention Moira again. Now hush. Oh. Show me some sympathy, Sheriff. I'm a widow. A poor little widow. You forget? طبعا زي ما شفتوا ألي أين سوان تعرف جميع فضائح وأسرار شيرف مدينة الفالنتاين، وأحد هذه الأسرار علاقة سرية مع الآنسة كاثروب. وزي ما شفنا سويا لما الآنسة سوان ذكرت الآنسة كاثروب، الشيرف عصب عليها وقال لا تذكرين الآنسة كاثروب، الآن اسكتي وقفلي فمك زي ما شفنا. يعني فعلا هذه العلاقة موجودة بين الاثنين، واللي أكد الموضوع بنسبة 100% راح يكون التالي. طبعا لما تربط الشيرف وتلوته راح تحصل معاه رسالة، وعنوان الرسالة راح تكون رسالة إلى كيرتس اسم الشيرف من إم يعني موريا يا لهبيين. ومحتوى الرسالة راح يكون كالتالي: يا كيرتس، الوضع لا يطاق، أنت تحطم قلبي، أنت سببت لي العار كزوجة وسببت لي العار كمسيحية، كيف بإمكانك فعل هذا الشيء بي؟ هل يجعلك هذا الأمر سعيدا أن تراني أتعذب وأتألم؟ هل تريد فقط أن تتمتع بي بينما أنا أعاني وأعاني؟ طبعا زي ما سمعتوا رسالة صراحة جدا حزينة، ومن هذه الرسالة تأكدنا بنسبة 100% أنه بينهم علاقة. ومن الرسالة فهمنا أنه الشيرف استغل الآنسة كاثروب استغلال كامل، وجلب عليها العار دينيا كمسيحية ودنيويا من ناحية معاناة نفسية وعذاب وألم وغيرها. وأيضا ترى غالبا هذه الرسالة كانت السبب في أنه شيرف مدينة الفالنتاين يقتل الآنسة كاثروب للأسف. طيب شاركونا في خانة التعليقات آراءكم عن سر شيرف مدينة الفالنتاين. طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة، حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة. يلا سلام عليكم.